أسيبكم مع هذا التقرير عن تأهيل مصر لعدد من الطبيبات الأفارقة في مجال الجراحة. نشوف التقرير ونقابلكم بعد الفاصل، استنونا. تلعب مصر دورا رئيسيا في القارة الإفريقية ودعمها في جميع المجالات، انطلاقا من أهمية القارة السمراء ومكانتها الاستراتيجية للدولة المصرية. فعلى الصعيد الصحي تحرص مصر دائما على تقديم يد العون والدعم بأشكال مختلفة ومتنوعة، آخرها تدريب الطبيبات الجراحات في إفريقيا على أيدي أساتذة من الخبراء والمتخصصين من الجانب المصري والإفريقي. السنة دي المؤتمر بتاعنا بيشهد الكثير من التطورات الجديدة بالتواصل أكتر مع أشقائنا وزملائنا في إفريقيا، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا مهتمين بيها. يعني دايما جمعية الجراحين الأمريكية بتهتم بالظروف المختلفة في الدول ذات الإمكانيات المحدودة. يعني مثلا كان دايما هناك اهتمام بالسيدة كجراحة، يعني الجراحات السيدات ازاي في الدول ذات الإمكانيات المحدودة الجراحات دول بيشتغلوا. السنة دي احنا ابتدينا نفعل الدنيا بشكل اكتر بالتواصل مع زملائنا اللي في افريقيا، فالنهاردة جايلنا من جنوب افريقيا، جايلنا من زيمبابوي وبعض الدول التانية اللي هي امكانياتها وظروفها الاقتصادية برضو محدودة شوية زي المكسيك وكده، برضو موجودين. نسبة الجراحات الستات في هذا المؤتمر السنة دي عالية قوي، دي حاجة احنا تسعدنا. احنا نتطلع ان يكون هناك تمثيل لكل الدول الافريقية. احنا مهتمين جدا في الفصل المصري لجمعية الجراحين الامريكية بتواجدنا في افريقيا. احنا السنة دي بالذات ده عام الاتحاد الافريقي ورئاسة مصر للاتحاد الافريقي، ودي من الاولويات الهامة بالنسبة لنا. يهدف التدريب الى تعزيز سبل التعاون في مجالات البحث العلمي وتخصصات الجراحة المختلفة لرفع المستوى العلمي للاساتذة والاطباء في القارة السمراء. احنا بنناقش مع ويزا اللي هي Women in Surgery in Africa اللي هي منظمة المرأة الجراحة في افريقيا سبل تنظيم برنامج للتدريب وللتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي مع الجراحات في افريقيا، بالذات الجراحات الشابات الجديدات، ازاي نساعدهم في مسيرتهم العلمية، في تدريبهم، ازاي نتعاون معهم في مجال البحث العلمي في مجالات الجراحة المختلفة، بالذات جراحات الثدي، جراحات السمنة، جراحات القولون والشرج، وجراحات الفتاء. المؤتمر ده بنعتبره بداية لإنشاء الروابط مع الجراحات الأفريقيات، ويبقى في مزيد من التعاون في الفترة المقبلة في المجالات. احنا برضو بنناقش احتياجاتهم وقدراتنا وازاي ننظم برنامج يستوفي احتياجاتهم وبالاستفادة بالقدرات المصرية. خطوة هامة تعد بمثابة تطوير كبير في العلاقات بين القاهرة والقارة السمراء، وتضمن تعزيز مكانة مصر فيها تزامنا مع رئاستها للاتحاد الإفريقي.